امبارح تابعتوا النومينيشن السادسه يلي وضعت ثلاث شباب تحت الخطر الشديد، فخلينا نشوف ردود فعلهم، وانتم مشاهدينا شوفوا كيف رح تخلصوا واحد منهم، وانا بشوفكم بكره بنفس الموعد. اول ديليجي اول نوميني لهالاسبوع احمد عزت من مصر. ثاني نوميني حسام يسارة، مزبوطة الجملة. إذا تاني نوميني حسام من سوريا، ثالث نوميني هو شاب وهو قريب من أحمد ومن حسام وهو محمد رافع من الأردن. إذا ثلاثة نوميني لهالأسبوع، أحمد من مصر، حسام من سوريا، ومحمد رافع من الأردن. أحمد ورافع. أو ماي جاد. أو ماي جاد. هذا شو نوميني؟ شو نوميني؟ خبصت كثير امبارح بالإبهام. بدي أحكي كلمة. بدي أعتذر من أهلي. من عشيرتي. بدي أعتذر من الأردن كله على اللي امبارح عملته. كنت حاب امثله بشكل اقوى من هيك بكثير. عن جد انا اسف يا بلدي. وشو ما حكيت شو ما قلت؟ توقعت حالي زبطت يا جماعه بالبرايم، يعني ما بعرف. اكثر ايفاز غني حلو وعامل كاركتر بتجنن، وبالبرايم غنيت كثير حلو مع انه غنيه ما بعرفها، بس لاني حملت ورقه بايدي. مو شان الورقه هني، اكيد في عامل شغلات غير الورقه، غير حتى غير البرايم. مثلا مقصر مثلا بحس التمثيل، مثلا بحس مقصر بالفوكاليز، مقصر بكذا بشكل عام، يعني مو والله انك حامل ورقه حطوك من هي، اكيد لا. مش مرة أنا كتبت على إيدي، كتبت 3-4 كلمات بس ما حدا اشتغل عليهم. أكيد في حاجة في غلط. مش حابب كذا، مش عارف، بس مش حابب، حاسس إني فاشل. مش فاشل يعني، ما بحبش أضايق أمي، يعني أمي وعيلتي وأصحابي وأم والفانز بتوعي. على إيه يعني؟ وأنا مش عايز أفضل أتحط في موقف إن أنا أضايق ناس وأقلقهم عشان نرجع يعني. إذا رح ترجع تشوفيه خلص عنه، إذا طلع لا قدر الله، بس لازم تسمعي كلام أهلك وهيك. ترجع على سوريا وتبلشي حفلاتك وسفرك وهيك وما تشوفيه بالمرة، فهمتي؟ معقول هيك يا زلمة؟ معقول إيه؟ أنا مصدوم مش مصدق يعني، لسه ما دخلت الخبر. لا أنا شكلي هتعود خلاص. أحمد يعني ما بعرف. مش عارف بجد، مش عارف، حاسس اني فاشل. لا والله احكي لك شغله، حاسس اني يعني اسالك سؤال. انا حد ما اعرفش، بس بحس انه يعني انا كده ضايقت امي وهي قاعده هناك دلوقتي. طب ليه يعني؟ ليه امي اذا بعد بس امي ايه؟ امي اذا بعد تضايق، وامي اذا بعد تضايق، واصحابها اللي شايفين اللي عارفين ان احنا بنحب بعض. يعني انا ما بحبش اطلع فاشل قدام حد. اوكي دي الجيم ولازم حد يطلع نوميني، بس مش حابب. وبلدي ليه؟ بلدي ليه؟ ليه كريم 3 مرات وانا مرتين؟ يعني وحشه في حق ليه يعني؟ طب ليه ما اسال حالي انا نفس السؤال يعني؟ انا ليه زبطت كثير بالبرايم يعني بالاخير هيك يعني. أكيد هم مش شايفين. كيف شفتوا الليفال؟ كويس. وبنات الليفال كثير. أكيد هم شايفين حالة. كل الوقت بيقولوا لنا إنه الليفال مش كل شيء. وأستاذ التمثيل نفسه قال لي ما وقعت، قال لي لأنك يعني رجعت كملت، فأنا اعتبرت في حاجة، فينا. أنت واضح إن العرب أو طريقة الغنى اللي ما بتتغيرش. أنا كده بص، أنا أوكي مش بس ما فيش ما أعرفش، بس أنا يعني حاسس إن أنا كل برايم بعمل نفس الحاجة.